اهم اشي انه وجهي ما يكونش مبين، لانه ما بديش حدا يشوف وجهي. يعني بشكل او باخر هو انسان زيه زي اي انسان اخر، ممكن يخطئ وممكن يصيب، حسابه ممكن يكون حسابه عند رب العالمين، بس لكن احنا لسنا مخولين على الارض لمحاسبه الناس على احيانا بعض الاخطاء اللي ممكن يخطئ فيها اي حدا، او ممكن يكون هو عرضه لاي خلل. حسيت قديش الدنيا سودت، قديش العالم كله بتطلع علي، مع انه يعني كنت انا الوحيد اللي عارف النتيجة، بس وانا نازل من المستشفى حاسس انه كل الناس بتطلع علي، وحاسس انه عارفة انه الناس عارفة انه انا مصاب ايدز. صرت احاول اخبي وجهي لانه صرت افكر انه ممكن في اشي في وجهي ببين انه انا مصاب ايدز. كيف انصبت؟ بصراحة بعرفش كيف انصبت. يعني أنا كنت زياراتي برا البلد كثيرة، وبطلع بسافر، عملت عملية نقل دم لأنه أنا عندي مشكلة بالدم، احتاجت لنقل دم في دولة معينة، وكمان كنت أمارس الجنس وما كنت أستخدم الواقي، وما كنت أحتاط لأنه ما كنت سائل، كنت أفكر أنه الشغلة بسيطة، أنه بس ممارسة الجنس كانت متعة بالنسبة إلي. وفي العملية وعملية نقل الدم برضو ما كنت سائل كثير، لأنه ما كانش يخطر في بالي إنه ممكن يكون في إيدز، وما كنت أعرف شو الإيدز، وما كنتش كثير أهتم في موضوع إنه في إيدز أو في شي إيدز، إنه الصبية اللي بدي أمارس الجنس معها مصابة بالإيدز ولا لا. كان يهمني فقط متعتي. تعرف لما الدنيا تنهار وزلزال يصير ويهد كل اللي بنيته، كل اللي عملته في لحظة، هاي هي اللحظة اللي شعرت فيها أنا إنه الدنيا كلها انهارت، طموحاتي، أحلامي، مستقبلي. من كلمة لما سمعتها من الدكتور إنه أنا مصاب بالإيدز، اتهمته بإنه كذاب، طلبت إنه يعيدوا الفحص كذا مرة لأنه هذا الفحص مش إلي، أكيد لحد ثاني، أكيد خربشوا. وهذه حالة طبيعية بتصير عند أي مريض، أي مريض يشخص أنه مريض بمرض مزمن أو مرض مفضي للموت بصير عنده هذه الحالة أنه ممكن يعتدي على الأطباء. بنتقل لمرحلة ثانية، مرحلة النكران، بصير عنده نوع من أنه بينكر الحدث، بينكر أنه مصاب بالإيدز. وأخطر ما في هذه المرحلة إنه إذا صارت عند بعض المرضى حالة من الهستيريا، حالة من الهستيريا اللي غير مسيطر عليها، وممكن ينقل المرض إلى أكثر من شخص من خلال الممارسة الحميمية مع أشخاص آخرين، إنه كنوع من الانتقام أو كنوع من إنه يثبت إنه لنفسه إنه هو غير مريض. فكرت إني أنقل المرض لغيري بصراحة. يعني بتمر على الإنسان لحظة إنه بيكون بده ينتقم من كل اللي حواليه، الناس اللي بتطلع عليه على أساس إنه مجرم. ف
فكرت فيها بس ما تجرأتش أعملها، يعني لأنه ما بحب حدا يمر باللي أنا مريت فيه. عادة من المفاهيم الخاطئة عندنا في مجتمعنا أحيانا أنه بصير تجنب للمريض، تجنب المريض أنه حتى توصل أنه عدم السلام عليه، عدم الاقتراب منه مسافة يمكن متر أو مترين، أنه لازم يكون بعيد خوفا من انتقال المرض. هو بنتقل عن طريق الدم والجنس والسوائل، عن طريق المخدرات والأوبر أو عدوى، عن طريق نقل الدم. دكتور الأسنان اللي بتعامل معك، يعني أنه إذا كان دكتور الأسنان بيستخدم نفس الإبرة بين أشخاص معينين، ممكن أنه إذا شخص معاه إيدز ينقل للشخص الثاني عن طريق الإبرة. مجرد ان واحد عطس قبل وجه واحد، انه ما بتصور انه بيؤدي الى اصابته. هون صعب انه ينتقل هذا الشيء، هذا مرض كمرض عندنا هون، لانه احنا اكثريتها يعني من ناحيه ملابس عن طريق الجلد، ما بينتقل هذا الشيء عن طريق الجلد. كل مجتمع معرض انه يكون فيه هذا المرض، بالذات في الفتره اللي احنا هلا يعني بنعيش فيها، لانه اول كثير اسباب، لانه اول شيء في كثير من مجتمعنا بيسافروا بيطلعوا برا وبيرجعوا. الأهل يعني مش عارف كيف بدي أوصف لك كيف أهلي تلقوا الخبر، يعني كنت كثير متردد إنه أنا أبلغهم، كثير كانت ردة فعلهم عنيفة، في منهم كفرني وفي منهم من يتمنى لي الموت، إنه أنا دمرت العيلة ودمرت سمعة العيلة ودمرت خواتي ودمرت إخوتي. ما شعرتش إنه في حد وقف جنبي، كان الكل يتعامل معي على أساس إنه أنا جرثومة موجودة بينهم. كنت أحس إنه مرات يتمنوا لي الموت أو إنه أنا الأرض تنشق وتبلعني. كان ردة فعل يعني عنيفة. هذه النظرة السلبية في التصريحات وفي الخوف اللي صار عند المريض من أسرته، إنه بلشت عملية النبذ. إذا كان الأسرة اللي أنشأته وأنجبته تخلت عنه، فما بالكم في المجتمع؟ المجتمع بالتالي أكيد رح يكون نفس الدور، رح يتخلى عنه. المجتمع كانت نظرة سلبية له بالكامل، طرد من شغله، الناس بعض الناس صارت تتخوف أنه تمشي بالقرب منه أو تمشي حتى بجانب بيته أو جانب المكان اللي هو موجود فيه أو حتى يتصلوا مع عبر الهاتف. كل هذه مرتبطة بذهنية ناس، في عقول الناس نوع من الوصمة المرض نتيجة طبعا الجهل أو عدم المعرفة بأسباب نقل المرض، وعدم معرفة أنه المريض هو إنسان في الأول وفي الآخر، هو إنسان أخطأ ويخطئ وسيبقى يخطئ الإنسان. بحاول أتجنب الفكرة، بس أني ما أهمل الشخص أني أحرجه، يعني لأنه ممكن أنه نصاب بطريقة عفوية، يعني مش اني اسبب له الازمه اني انا يعني متجاهلتك لانك انت يعني احسسه بالنقص الانساني، لا بتعامل معه عادي، بس اني بتجنب اني ما اكربش عليه او ما اصطدمش فيه. الشيء السيء في النظره الاجتماعيه، تخلي الناس عنه وكانه عباره عن نبته ما إلها حدا يدعمها، فبتصبح في طريقها الى الهلاك، في طريقها الى الموت. كلمه في النهايه بحكي في النهاية إنه أنا إنسان، صح غلطت، بس برضو في كثير غيري في المجتمع غلط، الحرامي بغلط والمجتمع بسامحه، ممكن المجتمع ينسى اللي عمله بعد فترة، وأنا مش طالب من الناس إنها تسامحني وتحبني وتعاملوا معي إنه أنا ما في إشي، لا يتعاملوا معي بس إنه أنا إنسان زي غيري، زي أي مريض بالسكري، مريض بالسرطان، مريض أي مرض،
ممكن يكون موجود. أنا بعتبر إن حاليا نفسي إنه أنا مريض زي زيه، وممكن المجتمع يتقبلني، ولازم المجتمع يتقبلني، لأنه في النهاية أنا إنسان من حقي أعيش زي غيري، من حق كل الناس إنها تعيش، وأنا من حقي أعيش، ومن حقي أكون جزء فاعل في هالمجتمع.